صارت ثقتها بنفسي أكبر بكتير. يعني كل الصدمات اللي مرقت علي إنه كانت صعبة، النزوح، قاعدة بالمدارس. أنا وجودي بالإيواء كان كتير كتير صعب، ما يعني لحد الآن أثره بشع. الحلويات اللي تقدمت بنهاية الوجبة أو القطعة الحلوة اللي كانت كتير طيبة، أنا بالنسبة لي ما استثنيت ولا قطعة، أكلتهم كلهم. المطبخ والمشرب بشكل عام يعتبر مقصة نجاح للمراكز والمساحات الآمنة، بالعكس يصير نجاح للسيدات، مجموعة من السيدات اللي قدرت توقف على إجريا، تتحدى كل الصعوبات والمشاكل اللي بتواجهها وتقول أنا لا فيني كفي، فيني يكون عندي مشروع خاص وبيتها الخاص. اسمي نسرين عاصم حسون. نازك سليمان مهيني. صار مركز تنمية المرأة جنب بيتنا. سجلت بدورة طبخ. علمتنا شلون نتغلب على الوقت، شلون ننظم وقتنا. وقت اللي اجتمعنا نحن مع بعضنا بتحس انه فعلا يعني اعطوك شيء اسمه الاحساس بالامان. صار اول بازار. البازار كان كتير كتير جميل وعطى صدى حلو كتير. البازار حقق لي اني انا لسه قوية مثل قبل، ما انكسرت. بعد البازار طلعت معنا فكرة إنه نحنا يعني لازم نعمل شيء خاص فينا، مشروع خاص فينا إلنا، فاقترحت علينا الآن سرندا إنه نعمل مطبخ خاص فينا لحالنا. صار لنا فرصة إنه نشتغل عن طريق المنظمة في بصحون فرنسية، ولازم يكون الشغل يعجبهم وزيادة مشان يرجعوا يفكروا فينا. إن شاء الله تعالى تكون خطوة جيدة، بتكون خطوة بالنسبة لنا لمستقبل أفضل إن شاء الله تعالى. هلأ أنا بوجه كلمة للسيدات السوريات يكونوا قوايا رغم كل الظروف اللي بتمر عليهم، رغم كل المآسي. لا تقعدوا بيوتكم، تحاولوا تسعوا يشتغلوا، يدوروا على مهنة، يدوروا على شيء يشتغلوه. ما حدا بيعطيك يوم ما بيعطيك دوم. رغم كل شيء مرقنا فيه يقووا حالهم، وكل وحدة عندها مهارة شاطرة بشيء تقدمه، لأنه هو كمان بالنهاية رح يقدم لها ورح يقويها وبتزيد ثقتها بنفسها وبتبني جيل جديد. البلد بده إيد قوية لترجع توقف على حالها.